الشوارع خالية من السكان تماما. قصف يستهدف كل شيء. وجود أي حياة في المدينة. تم تدميرها بشكل كامل. دمار رأس في منازل المدنيين. ترجمة نانسي.
منازل مدمرة بشكل كامل. نتيجة القصف المتواصل على المنطقة. المنازل خالية من السكان. منزل مدمر بشكل كامل. لا أثر لأي حياة في المنطقة. طبعا الحواجز مطلة على هذا المكان حيث التحرك بسرعة. انهيار هاي المنازل تحولت إلى مساكن للحيوانات. منازل مدمرة بشكل كامل.